يبدل قرع طبولها بألحان، لكن حيث التواجد الحوثي في اليمن ترى أنواعا شتى من التحولات التي طرأت على هذه الحركة. حين يذكر الحوثيون تستحضر الذاكرة الجمعية حروبا سد خاضتها الحركة ضد نظام الرئيس المخلوع علي صالح بين عامي 2004 و2010 بدعوى اضطهاد مذهبي، وهددت اليمن بحرب سابعة لولا الثورة. في الثورة انصهر شعار الصرخة كما تسميه الحركة في هتافها الأوحد: الشعب يريد إسقاط النظام. انحسرت وحدة الثورة مع انضمام أطراف مثيرة للجدل لها ودور المبادرة الخليجية فيها، لكن بقيت الثورة هوية تتيح لجميع أبنائها التحرك في جغرافية اليمن الواسعة، وهو ما سمح للحوثيين بالانتشار في أرجاء البلاد حاملين شعار الثورة وناشرين ثقافتهم. نشاطنا حاليا هي اعتصام مع يعني عمل ثقافي. كل طرف موجود في الساحة يمرر أحيانا بعض مطالبه الخاصة أو بعض أفكاره الخاصة، وهذا أمر طبيعي لأي ساحة تتواجد فيها الكثير من القوى. أبرز مشهد لذلك كان في احتفال المولد النبوي الشريف الذي تحول إلى فعالية سياسية تميزت بالعدد والمكان في العاصمة صنعاء، وزاد مشهده من الجدل في توصيف هذه الحركة. الحركة الحوثية أعطيت أكبر من حجمها في الشارع. علينا أن نتعامل مع الحركة الحوثية باعتبارها حركة وليست حزبا سياسيا. عزوف الحوثيين عن تشكيل حزب سياسي وظهورهم بكثافة في ساحات الثورة يقلق الشارع اليمني ويدفعه للتساؤل عن مغزى هذا الانتشار، خصوصا وأن الشباب يرون الطريق طويلا وأنه لا يزال في بداياته. ما بنخرج من هنا إلا مطالبنا أهداف الثورة. أطلال وطن وحلم ضم كافة اليمنيين رغم اختلاف قبائلهم وأحزابهم ومذاهبهم في خيام افترشت الساحة وهتفت للتغيير، لكن اليوم ترى الخيام فارغة إلا من الحوثيين أو شعاراتهم، ربما للقول إننا وصلنا صنعاء ولا نزال باقين. صفاء كرمان، الجزيرة، صنعاء.